تنسيقيا مع جمعية أمل إنزكال الترياطلون بأكادير من أجل خلق واحد الدينامية وحركة في المنطقة بيوغرا نظرا للركود ركود رياضة ألعاب القوى في هذه المدينة. ارتأت الجمعية الجديدة باش تخلق واحد حركة كما نقولوا واحد الحركة ثاني في المدينة باش تنوض هذه الرياضة من جديد. وكما تشوفوا اليوم راه حضور قوي للشباب ديال مدينة بيوغرا من أطفال فتيات والحمد لله راه كاين واحد الإقبال. هذا تعني بأن الساكنة شغوفة بممارسة الرياضة والحمد لله حنا عندنا واحد العزيمة باش نشتغلوا في هذه المدينة الجميلة باش نوصلوها ثاني للمكانة ديالها لأن هذه المدينة عطت أبطال في هذه الرياضة مثل البطل الكبير الحسين مركيك والبطل المدرسي الكبير ديالنا اللي هو رئيس الجمعية الحسن بورود. ولما لا حنا باش نخرجوا أبطال أخرين يمثلوا المدينة ويشرفوا المغرب في المحافل الدولية. بغينا إن شاء الله الرحمن الرحيم هاد الدراري الصغار وهاد سميتو ديال بيوغرا باش إن شاء الله الرحمن الرحيم باش يمثلوا بيوغرا وحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم غنديروا اللي في جهدنا باش نمثلوا بيوغرا أحسن تمثيل من حيث بيوغرا من حنا من سكان ديال بيوغرا والحمد لله الدراري كاع اللي معانا في المكتب راه كاملهم بغاو يخدموا ومتقاتلين وبغاو يديروا اللي في جهدهم باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نبينوا بيوغرا من الاحسن. عبد الصمد بوعكاد من مدينه تشيرا اعداء متمرس متخصص في المسافات القصيره. جينا لمدينه بيوغرا اللي كتميز بابطال تبارك الله ناشئين غاديين في طريق مزيانه. جينا نتبادلوا هنا المهارات ديالنا ونحتكاكوا بعض العدائين هنا اللي يلاه بداو ونعطيوهم داكشي اللي تعرفنا وداكشي اللي عرفنا ويعطيونا داكشي اللي كيعرفوا حتى هما. والحمد لله المدينه كتميز بابطال خاص غير النظره اليهم ونتمنى من المسؤولين يعتنيوا بهم ان شاء الله. سميتي دعاء ازم عداءات امل انزكان للترياتلون. جيت اليوم لبيوغرا بدرب مع جمعيه ابطال بيوغرا للالعاب القوى باش الاحتكاك والمشاركه.